خصوص الصور بالعكس ما عندي أي مشكلة فيها، إذا كانت بشكل دعابة وظريفة ما يمنع، بس بعض الأحيان يكون هناك في بعض التعليقات الغير لائقة، وهذه ترد على صاحبها يعني. وبالنهاية ودي وايد ناس كلموني، ها أنت إيش قاعد يعني زعلان؟ قلت لا والله ماني زعلان، بالعكس أنا بعض الأحيان أضحك وأستانس وأضحك ويا الناس، وهذا شيء طبيعي، وبما أنك اليوم شخصية عامة فلازم تتحمل الأشياء. وبالنهاية أنا يعني مثل ما يقول هل بتقاضي؟ لا أنا عمري ما قاضيت أحد، ولا قاضي عيال ديرتي، ولا قاضي أحد، بس كله أقوله أنهم يكونون هم يعني ظريفين، ما يكونون سيئين يعني، بس هذا المطلوب. عسى الله يوفق الجميع، وبالنهاية أقول يعني الله إن شاء الله يحمي ديرتنا من هالأمطار، ويكون أمطار خير علينا وعلى الكويت، وديرتنا دائما إن شاء الله ديرة عالية إن شاء الله، وفيها كل الخير وهلها هالخير، وإن شاء الله حكومتنا إن شاء الله ميم قصرة، والله كريم إن شاء الله، والله يرزق الجميع.